اليوم احنا هنايا باش نحضروا المؤتمر التاسيسي الاول قطاع نقابي ديال العمال والعاملات المنزليات. دونك هذا العمل بدينا هاد العامين في اطار مشروع كرامتي اللي كنقوم به مع مجموعه من الشركاء من بيناتهم المنظمه الديمقراطيه للشغل والجمعيه المغربيه لاوراش المدارس للتنميه. دونك هذا العمل كينص على اننا نحاولوا تنزيل البنود ونصوص القانون 18-12 اللي جاء باش انه يهيكل قطاع العمال والعاملات المنزليات. وهذا العمل بدينا على صعيد جهه الرباط سلا كل القنيطره كلها، واليوم بحال قلتي كنديروا لا كونكريتيزاسيون ديال العمل ديالنا باش اننا غادي نخلقوا بالدعم ديال المنظمه الديمقراطيه للشغل اول قطاع نقابي على صعيد المغرب اللي كيعنى بالعمال والعاملات المنزليات، باش انه يترافع عليهم ويدافع على الحقوق ديالهم، وباش انه يساهم معنا باش اننا نحاولوا ننزلوا جميع البنود من بيناتهم، انه يكون عندهم حق في التعاقد، يكون عندهم حق في الحمايه الاجتماعيه، يكون عندهم الحق في دي كونديسيون دو ترافاي اللي يكونوا اكثر كرامه، وكذلك باش اننا نحسوا المشغلين، لان هذه الفئه واخا كتبقى فئه اللي هي مهمشه ولكن راه عندها مجموعه من الحقوق اللي حنايا كنصهروا على اننا نحسوهم بها وباش هما يوليوا يدافعوا على ريوسهم بريوسهم. دونك هذا هو الهدف من هذا المؤتمر اليوم. يعني سيسجل تاريخ تسجيل اول نقابه، هذه النقابه اللي كتهم واحد الفئه مهمه داخل المجتمع اللي هي المكتب الوطني الاول ديال العاملات والعاملين العمال المنزليين. هذا المكتب هذا ارتأت المنظمه الديمقراطيه مع شركاء لجمعيه كرامتي وايكو كوميونيكاسيون باش انه يدار هذا المؤتمر هذا من اجل اظهار المشاكل والاكراهات اللي كتعيشها هذه الفئه اللي هي مهمه داخل المجتمع. اليوم هذا المؤتمر كيجي من بعد جوج ديال الدورات التكوينيه اللي داروا للعاملات والعمال، بحكم ان هذه الفئه كما كنعرف خاصها تعرف تكون عندها إلمام بالقانون اللي خرج 19-12 اللي كيخصهم هما كفئه من بعد 10 سنين ديال المخاض اللي كان باش كيتوجد، خرج في اوت 2016. الا هذا القانون بحكم انه رغم انه خرج واحد القانون اللي كيهمهم كفئه، الا انه فيه واحد النواقص اللي خاص المراجعه ديالها، واهمها الاجر، خصوصا ان الدستور ديال المملكه كيحدد الاجر ديال العاملين والعمال سواء بجميع الفئات في جميع القطاعات اللي هو السميك، الا ان هذا القانون جا كيأثر الاجر ديالهم من 60% ما يهبطش على 60% من السميك اللي هي حاله ديال التنافي. حنا اليوم بغينا باش انه يكون واحد المكتب نقابي اللي كيمثل هذه الفئه هذه اللي اليوم كما قلنا غيولي عندها مكتب نقابي قانوني اللي غادي يأثر المشاكل والاكراهات ديالها ويعرضهم على ارض الواقع. وبغينا باش تكون واحد الاراده سياسيه من طرف الممثلين سواء في البرلمان او الحكومه باش ان تهد الفئه هذه تاخذ النصيب ديالها ويتعالجوا القضايا والمشاكل والاكراهات اللي كيعيشوها، وباش انهم يكونوا تاهما كذلك يعني كتجسد يعني الاصلاحات اللي كتقوم بها الحكومه او الفرقاء الاجتماعيين او الفرقاء البرلمانيين حول جميع الفئات، باش يكون واحد التكافؤ ويكون واحد التوازي وما يكونش فوارق في الطبقات الاجتماعيه. العمل في المنزل لان كتكون عندنا ظروف مهم، ظروف عائليه باش ماده، وعرفتي الظروف دابا كلشي ولا غالي، والوليدات القرايه بفلوس، وهذا الحمد لله حنا كنخدموا باش نعاونوا نحسنوا من الوضع المالي ديالنا. اختاريت هذه المهنه انت كيكون عندك وقت محدد، وقت محدد 3 تسويع الصباح 2 في العشيه، ماشي خدام شركه من 8 ل 12 و6، فهمتي؟ عجبك كتكمل معاه، ما عجبك السلام عليكم. وعليكم السلام. تيكون عندنا ثمن شويه على حسب، بعض المرات على حسب الساعه، بعض المرات اللي كنتقاضاو شهري ولا اسبوعي على حسب كل عائله شنو تفاهمتي معاها. الاكراهات اللي كنلقاو برا هي مثلا كتمشي كعامله تنظيف كتولي عندك الطبخ ولا تتربي الابن وما كتقاضاش الاجر عليهم، وبعض المرات سوء المعامله، وكاين اللي كيخدم ما كنهضر على صحاباتي مثلا كيخدموا الشهري عند العائله ما كاينش عطله، العطله خصها تخدم بحال الروبو من الصباح للعشيه، نهار كطلب العطله السنويه ديالها ما كايناش. والحمد لله ملي جينا لهنا باش كاين واحد مكتب تنظيمي عام ديمقراطي باش ناسوا واحد المكتب في النقابه باش يهضر علينا. ايوا كنتمنى ان شاء الله صوتنا يتسمع، الحمد لله اللي غيولي عندنا مكتب تاع
حنا العاملات نوليو حتى حنا صوتنا مسموع، يكون عندنا لا سينيسيس التغطيه الصحيه، وعندنا عطل ديالنا كسائر الموظفين بحال خدام موظف حكومي، تكون عاملتها هي بحالو عندها سويعه مضبوطه، عندها الشهريه ديالها، الوريقات ديالها، هذاك راه ملي يدير لك الضمان الاجتماعي الحمد لله راه خصها تكون الوريقات يكونوا مسائلك مضبوطه، قلت لك موظفه حكومه. عندنا فورماسيون من ضمنهم انا درت لهم فورماسيون، ولاو عندنا مكاتب درنا تبارك الله فورماسيون مع الجمعيه هذه ومع جمعيات اخرى، تهيئ راه ما بقاتش العامله بحال شحال هذه، راه تبارك الله راه تطورات، راه ولات دابا عامله بفورماسيون كي كيقولوا، كتعرف الليلي كلي عليك.